السلام عليكم ورحمة الله إخوان طيبين، شكرا للسيارات الجميلة، يا سيارة شكرا للأستاذ، مرحبا بك السي مصطفى. الله شكرا لهذه يودي السيارة وعلى وهذا السيارة. الله يودي ومرحبا ونهار كبير هذا، تشرفنا بالمعرفة ديالك اخي الله مصطفى يحفظك، الله ومن يكبر شحال بيك، هذه الله يحفظك، متابعين الشرف القناة لينا، الله يحفظك والحمد خويا. لله الكلمة الطيبة، وحنا ساي جينا في كل تيسير خير، الله تبارك الله. بحال اللي قلتي ساي كل خير، الله نبيعوا يحفظك، عشرة ماشي في 5 دقائق، أقل من 5 دقائق بالكلمة الطيبة الحمد لله. الله يحفظك، وتا نشكرك من السيارة القلب. الحمد لله خديتها مليحة، حتى هي مزيانة، فيها الزفر ياك ديفو ما فيها حتى شي حاجة الحمد لله، العامرة بالفعل انا كل شيء. سقتها البارح اللهم لك الحمد، نسيتها والله ما العظيم، كاين لا كنشكروك ديفو لا والو تبارك الله، هي الحمد غير لله. كبيرة شي شوية، داكشي اللي بغينا نبدلو الحمد لله، راه توكلنا وخدينا واحد حتى الاكات اللي ديتي انت، الاكات الله اللهم لك يبارك. ها الحمد، هي الاخوان هي الاكات اللي هذيك داها، الحمد لله. وعاد رجع عندنا السي، انت ديتيها للدار، سيتي سيتي الطوموبيل، الحمد سكتي، لله، بعنا دوزت وشرينا عيط على الميكانيك ديالي قلبها، دوزتها وجبتي في لنا، لافيزيت الله يعطيك تكنيك ديال كل شيء الله الحمد يعطيك الصحة، لله، الله يعطيك والحمد لله الله يحشمنا كل وجبتي شيء لنا انت. الدوبل ديال هادي دابا، جبنا لك الله الدوبل يعطيك ديالي، الصحة. الله يكبر بك. وكي جاك وهذا اللي الليل ياخذ، الفريق، اللهم لك الحمد، كل الحمد لله متفاهم وكل شيء مزيان الله الحمد يكبر لله. بك، تستاهل انت، والله رجل الله عمل، يلاقيك والله محسن يصلح لك منا يا الوليدات، ربي اللهم امين، والله امين، يحاسبنا وشكرا السي مصطفى ونهار للزيارة. كبير هذا. بالنسبة للفيدونج اللي عيسوق هادي الفيدون مشي مرتاح، هو كاين هنايا، مازال حتى شي 20800 كاين في معلق الكاب، في الكاب، الكابو يحل الكابو حتى 20800. الله يعطيك الصحة، الله احنا فحصنا يحفظك الطوموبيل تبارك الله، الحمد رانتي لله ما في فيهاش حتى شي مشكل، ومشيتي بها لتمارا ورجعتي، ما كنتيش معول تشري، ما كناش معول، كنا غير زيارة، كنا زيارة نواسيو الأخ ديالك ونشوفوك الله ونتعرفوا يحفظك، بك والحمد هذا لله. الشرف لينا، كنشكرك على عزمتنا الاهتمام السيارة، والله. الله يودي مرحبا، سهل عزيز وغالي، الله يكبر ومرة بك أخرى طريق السلامة، إن شاء الله والله خويا يبارك حتى مصطفى، أنت في هذه الأكاد على هذه، خير الله إن شاء يدخلها عليك الله، بالخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله، الله يحفظك. ولا كاين شي أكاد الإخوان، كاين شي حاجة للبيع مرحبا، تتقاي المعاملة الإخوان. فهي السيارة تبارك الرحمن اللي داها، كاين شي أكاد مرحبا، والباصات هي هادي. ها الفريق تيبدل لينا سيدي البلايك، ياك سي نور الدين، تبارك الله لك السي مصطفى، ديما تتبدل البلايك، ديما الطونوبيل تخرج نهاري تبارك الله. ياك والله ايوا دابا طول رحيمه تهلا والله الا تهلا نبيشه في البلايكه كنبدلوها اخي يلا تكون مقيد تعاود ما عندي بيت الله يعطيكم الصحه الفريق مرحبا يعني بشي مرتاح مرحبا انا اخي الباصات لمعات كل شيء ناضي باك اوتو ولد رحيمه مع البلايكه باقا البلاكه القداميه شوف فيها خبيشه غتبدل ها ما كاينش شي حاجة للبيع زورونا الله يعطيكم الصحة يلا بنضيف أنا بنضيف الصيف هذا يلا الله يعطيكم الصحة البارح جات مع السبت والحد دونك الطوموبيل راه كانت عندنا الإخوان سقناه حنا من موراه يومين جاب لنا نرجع مع اليوم الاثنين هو جا عندنا الأستاذ جاب لنا الدوبل وقلت له عاود معنا الفيديو كان ما توفقناش داك النهار فشرفنا بهذا الكلام اللي قال في السياره ديالو حيت هو ادرى بها اكثر وحنا الحمد لله درنا الفحص ديالنا اللازم ودرنا الامور الطيبه ودرنا الباك وجهزناها للاخ اللي غي اللي مكتبها لي الله ولا الاخت اللي مكتبها لي الله فالسياره عائليه الحمد لله كانت عند عائله كريمه فالسياره تبارك الرحمن ثمنها 170 الف درهم الاخوان اللي بغاها مرحبا به فولكاين شي باصات بهاد المريح بهاد العمريه مرحبا راه ضربه 199000 موديل 2016 كما شفتوا الطوموبيل تبارك الله كاين الفيديو عليها اللي درتو عليها نهار الاحد بالتفاصيل واللي كاين راه كاين الكاريه 5 والتاكسون سير خويا طريق السلامه الى تمارا كاين شي اكاد زورونا الاخوان مرحبا